حضرتك كنت ذكرت عن الخبرات لدى العاملين على هذا المشروع او هذا القطاع ده، كان من العاملين مهندسين او ما شابه. هل كان في خلال هذا المشروع شراكات مع جهات غير الجهات الألمانية او الشركات الألمانية؟ والشركات ما نقدرش نقول لها ألمانية كلها، يعني هو في شركات ألمانية كانت مختصة بالأجزاء الميكانيكية اللي هي البوابات والأوناش، لكن في شركة فرنسية، شركة فينسي فرنسية، معها شركة المقاولين العرب وشركة أوراسكوم، فدول اللي قايمين بالشغل النسبة الأعلى من المشروع، حوالي اكتر من 60% قايم بيه الجوينت فينشر ده او الاتحاد الشركات دول، فدول يعني تلتينهم مصريين. عندنا برضو الاستشاري كان مكتب لامار الماني، لكن في معاه المكتب محرم مصري، فيعني نسبه المساهمه المصريه ابتدت تزيد كتير، زائد ان حضرتك الشركات اللي احنا بنتكلم عليها الالمانيه، الشركات دي كانت بتصنع في مصر، وكان بيصنعوا في العاشر من رمضان، ويعني كلها خبرات مصرية، وكلها خبرات كل المقاولين الباطن وكل العمالة كانت مصرية، والعملية مكتسبة من قبل كده، وابتدت يعني ما شاء الله يعني وصلت لذروتها في المشروع ده. يمكن من أبرز خصائص هذا المشروع وتجديد هذا المشروع يا دكتور كانت الأراضي أو الري، وتحسين ري 1,650,000 أرض. التأثير بقى المباشر على الفلاح، ويمكن دي النقطة الأهم بالنسبة للمواطن، هيكون حجمه إيه؟ وهل يا فندم هو تأثير مباشر؟ هل بنتكلم عن تقريبا أو فترة زمنية؟ يعني هل بعد هذا المشروع الرقعة زادت أو هذا الرقم زاد كان أقل؟ هو يا فندم مش الفكرة إن احنا نفضل في زيادة مضطردة، احنا الموارد المائية بتاعتنا يعني محدودة، فمش هنفضل على طول عمالين نقيس بزيادة كمية مساحة الأرض. هي التحسين عن طريق ضمان الخدمة، الخدمة كان مع الوقت هتسوق، ده شيء ممكن الواحد ما يحسوش لحظي، لكن هو بعد فترة بعد كذا سنة كان لا محالة هيحدث، كان هيحصل الكلام ده. وفي عندنا حاجة يعني مش القياس في الحكاية دي في الجدوى المواضيع دي ما بيبقاش بس بقيمة العائد ونفر كذا، لا، في حاجة اسمها المخاطر، ففي حاجة مهمة قوي ان انا دلوقتي بعمل ريدكشن للريسك، بقلل المخاطر اللي كانت هتحصل لقدام.